مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا مرحبا بكم معنا في هذا المشوار الجديد واللي جمعنا دوم على الخير والمحبة من برنامج حديث المساء. مشاهدينا، الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثروا بها بل اجمعوها وابنوا بها سلما تصعدون به نحو القمة. فكل فكرة نفكر فيها لفترة طويلة هي بمثابة عملية، ولن نحصد سوى ما نزرع من أفكار سواء كانت سلبية أم إيجابية. واليوم إن شاء الله في برنامج حديث المساء بنحاول بأن نحن نساهم في زرع هذه الإيجابية معكم بإذن الله. بالفعل يا عمر، لا يهم أين أنت الآن، ولكن المهم هو إلى أين تتجه في هذه الحياة. فكن واثقا من نفسك ومتمسكا كذلك، ولا تهدم أي فكرة سلبية في حياتك. ويجب أن لا تقيس نفسك بما أنجزت حتى الآن، ولكن بما يجب أن تحقق مقارنة بقدراتك التي تبذلها. ونتمنى طبعا بهذا المساء يكون مساءكم مليء بالسعادة والمرح بإذن الله، وإن شاء الله أيضا حلقتنا تكون فيها تفاصيل نستفيد منها وأيضا نطبقها في واقعنا وفي عالمنا. لذلك مجهزين الكثير من الفقرات لمشاهدينا ولكل من يرافقنا في هذا المشوار من برنامج حديث المساء. مسيك بالخير يا عاشة. أكيد مسانا دائما هي على بعض، نحن متأخرين ما أعرف ليش، ما أدري، دائما ندفع مع المشاهد وننسى أن نحن نمسي على بعض. في بعض الحلقات على فكرة ما نمسي على بعض، كثر ما كنت دائما تسولف وتقرأ قبل والله الحلقة ممكن. ما شاء الله عليك، فأنسى أني أمسي عليك. ممتاز. طبعا هذا المساء دائما ما يتخلله الكثير من التفاصيل، واللي إن شاء الله نتمناها تكون أيضا هي قائمة على الحب والمعرفة والسعادة. مشاهدينا، مثل ما عودناكم نبدأ هذا المشوار بعناوين هذه الأمسية. عنوان الأول مشاهدينا، تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي بين التحدي والمنافسة. وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل دائما تخلق لنا تحديات، لأن وسائل التواصل الاجتماعي كوسائل الإعلام سلاح ذو حدين. طبعا، فأكيد راح ناخذ هذا المشوار بما يتخلله إن شاء الله من فائدة مع المشاهدين في عناوين هذه الأمسية. ما زلنا في عناوين هذه الحلقة، وعنوان آخر بعنوان خلق التسامح في عام التسامح. التسامح، وما أجمل التسامح. اليوم لما نزرع هذه السمة وهذه الصفة في نفوس أبنائنا، على ما أعتقد اليوم نحن وصلنا إلى مرحلة بأن نحن يجب أن نعلم أطفالنا ونعلم هذا الجيل وهذا النشء بالقدوة. يجب أن نحن نتصف بهذا التسامح، بهذا الحب، بهذا السلام اللي يجب أيضا أن يزرع في نفوس أبنائنا وأخواننا الصغار وكل من نحب أيضا من أقربائنا وحتى من يتواجد في محيطنا بهذه الصفة الجميلة، وهذا اللي تركز عليه دولة الإمارات بتوجهها لعام 2019. نعم. إذا أعتقد في خبر آخر. صحيح. العنوان التالي طبعا تحقيق الإيجابية، سر يتحقق في حديث المساء. دائما الإيجابية جميلة عندما تكون تتحقق، وهناك أهداف حتى نحقق الإيجابية. صحيح. وحتى خطوات للإيجابية. طبعا، وأيضا طبعا في 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 إيجابياتنا وأيضا عناويننا لازلنا مستمرين في عناوين حلقتنا نحو ما بين الأصالة والعراقة، منطقة نحو. طبعا منطقة نحو دائما فيها تفاصيل أيضا جميلة، وتجمع بالتأكيد ما بين العراقة وما بين الأصالة. واليوم حديثنا عن هذه المنطقة بتقرير جدا جميل يأخذنا إلى هذه المنطقة ويتحدث عن التاريخ العريق لكل المناطق التابعة لإمارة الشارقة. إذا عمر، دائما في موقع وفي حلقتنا يوميا يكون عندنا موضوع نتناقش فيه أنا وأنت، فيوم موضوعنا جميل جدا، فأنت اقترحت الصراحة. فأنا أترك لك المجال لك والجو لك. ممتاز. لا طبعا نحن نتشارك نتشارك لكن أنت بما أنها فكرتك فأنت لازم تتكلم فيها وتخبر فيها مشاهدينا. في موضوع أمانة استفزني يعني في تحضيري لهذا الموضوع يا عاشة، لما قررنا بأن نحن نتحدث اليوم عن التواصل الاجتماعي، ليش أنت تخيلين حتى في مفهومنا لما نسمع التواصل الاجتماعي على طول يراودنا مواقع التواصل الاجتماعي، نروح للتكنولوجيا، نروح لهذه المواقع، نروح لهذه الهواتف اللي ممكن نتواصل من خلالها. ولكن الأغرب بأني حتى في فترة بحثي عن هذا الموضوع، عن هذا العنوان في محركات البحث من جوجل وغيرها من المحركات، تفاجأت بأن حتى هذا العنوان مش موجود. يعني تكتبين التواصل الاجتماعي يطلع لك مواقع التواصل الاجتماعي. فواجهت صعوبة جدا في أني أنا أجد تقرير أو أجد بحث أو أجد أحد الأشخاص تكلم عن التواصل الاجتماعي المباشر. اليوم تشوفين بأن العالم كله انغمس مع هذه التكنولوجيا، هو جزء منه خاطئ، ولكن الاستخدام الصحيح اللي نحن المفروض نستخدمه لهذه المواقع
ابتعدنا عنها ابتعاد كلي، فاتجهنا إلى عالم افتراضي وبنينا حياتنا كلها على هذا الواقع الافتراضي ونسينا حياتنا الواقعية. بالفعل يا عمر، موضوع لما قلت انك كنت تدور في مواقع التواصل الاجتماعي او حتى في محركات البحث عفوا، ان كلمه مواقع تواصل تطلع في البحث اكثر عن التواصل الاجتماعي، لان الكلمه اصبحت رنانه فعلا. حتى موضوع يعني حتى في كمس كلمه تواصل اجتماعي ترادفها كلمه السوشيال ميديا اكثر تردد حتى طبعًا في المجتمع طبعًا. فموضوع التواصل الاجتماعي موضوع مهم، نحن لازم ندرك ما هو التواصل الاجتماعي، التواصل مع الارحام، التواصل مع المجتمع، كيف نحن نخلق يعني مجتمع يتحقق فيه الترابط، يتحقق فيه التآلف الاجتماعي. فيجب أن ندرك معنى التواصل الاجتماعي. صحيح. وما هي المعايير الخاصة بالتواصل الاجتماعي. صحيح. يا عمر، حتى لما توجهت عاشا إلى أحد الأشخاص الموجودين في محيطي وتكلمت معهم عن التواصل الاجتماعي، بمجرد أني ما قلت التواصل الاجتماعي تراود في أذهانهم مواقع التواصل الاجتماعي. وللأسف بأن نحن اليوم لما نبني مهاراتنا على هذا العالم وعلى هذه المواقع، نشوف بأن في حياتنا المباشرة مع الناس نفتقدها. اليوم في مهارة في التواصل، في مهارة في الخطاب، في مهارة في بعض الكلمات اللي نستخدمها. تشوفين وتتفاجئين في أن بعض الأشخاص اللي هم مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ومشهورين، خلنا نقول ما بقول مؤثرين، يعني تشوفين بأن عندهم يعني خبرة في تواصلهم، في اختيار كلماتهم، حتى في التغريدات اللي هم يغردوا فيها من خلال تويتر وغيره، تشوفين بأن هذا الإنسان ما شاء الله عليه مثقف. ولكن بمجرد ما أنك تقابلينه وجها لوجه تتفاجئين بأن لا يمتلك أي مهارة للتواصل المباشر، التواصل اللفظي، لا يمتلك أيضا أدنى مهارة لتعابير الوجه اللي المفروض تكون أيضا موجودة معه في حديثه مع الأشخاص وتبادله الكلام. دائما يعني انا عندي قاعده حقيقه، في اذا كنت حابه اكتشف هذا الشخص اطول معاه في الحوار نص ساعه. يا سلام. من خلال نص ساعه في الحوار اكتشف اذا هذا الشخص عقليته فارغه او لا. يا سلام، يبين على طول. اذا العقليات الفارغه دائما ما تاتي في 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 مواضيع كثيره وفي مجالات عده. واليوم على فكره التواصل المباشر والمهارات اللي المفروض نحن نمتلكها، وبالاخص التواصل اللفظي، لان في عندنا التواصل المباشر ينقسم ما بين تواصل لفظي وغير لفظي. اليوم اللفظي ممكن نحن بكلمات ننطقها، ولكن تشاركها تعابير وجه، ابتسامة، حركة جسد، أمور كثيرة ممكن تكون تعزز أيضا رفيقة هذه الكلمة اللي نحن قاعد نوجهها إلى الشخص اللي موجود أمامنا. ولكن تتفاجئين بأن بعض من الناس أصبح لا يهتم إلى هذا التواصل المباشر، وأصبح يبتعد ابتعاد كلي، لأن للأسف حتى في تهنئتنا ببعض المناسبات أصبحت أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. موضوع التواصل الاجتماعي وحتى يعني فتحت باب التهنئات وباب الأمور التي يجب أن يكون فيها اللقاء أو السلام، حتى في فترات الأعياد وفترات المناسبات عندما تصلك يعني رسالة إلكترونية، هذا الرسالة الإلكترونية مضمونها تقول لك والله كل عام وأنت بخير، خلاص أنا أديت الواجب. ممتاز. ابدا يعني ما يصير اي تواصل، وهذا تباعد اجتماعي يا عمر. والله يصدق. فيصير تذكرت موضوعه صار لي تقريبا من 10 سنوات. واوجه التحيه لهذا الدكتور، دكتور احمد العموش في علم الاجتماع بجامعه الشارقه. سالنا في عندنا ماده كانت تدرس بمعنى مجتمع الامارات. ممتاز. الماده هذه كانت تقول ان الحياه صار فيها تواصل اجتماعي، يعني قبل 10 سنوات ما كنا نعرف مصطلح التواصل الاجتماعي او وسائل التواصل الاجتماعي بالتحديد يعني. صحيح. فسالنا الدكتور نحن كطالبات، قالنا تعرفون ما هو العالم الثاني؟ هاك زمن العالم الثاني على ايام الفيسبوك. جميل. مش ايام الانستغرام وهذه الطفره اللي صارت انتفرض التكنولوجيه. ممتاز. ف يعني ما انساها، انا قبل بيومين كنت اصلا قاريه عن هالموضوع. فالبنات قالوا لا ان يوم الاخره يعني اشياء ثانيه، العالم العالم الثاني. فقلت له دكتور العالم الافتراضي اللي هو العالم الافتراضي اللي هو اللي فيها التكنولوجيا وهذه الاشياء. صحيح. قال لي بالفعل، حتى انه صار الحين في موضوع العالم الافتراضي، انه في كانت فتره في الفيسبوك وهذه الامور، انه يكون عندك تحصل اموال وتحصل هذه. صحيح. الاشياء. فانا ما كنت متوقعه من 10 سنوات الى الان، من 2009 الى 2019، ان المفهوم في 10 سنوات او عقد كامل من الزمن تغير المفهوم تماما. طبعا ابتعدنا يعني الكل اللي ندرسه في موضوع المجتمع الاماراتي، ان كيف التواصل الاجتماعي اصبحنا الان في مجتمع يتواصل، يعني انا ما راح اعمم الحقيقه. صحيح. لكن في بالنسبه للفئات الصغيره صار انه يتواصل عن طريق التواصل الاجتماعي، فصارت تموت العلاقات. صحيح.
وحتى من نقطة ثانية أخرى يعني حتى أنه صار أن موضوع الحساسية أن أعمل له لايك هو يعمل لي إعجاب وهو يعمل لي إعجاب، لازم موضوع المواجب هذه. حتى على فكرة في موضوع الرد في مواقع التواصل الاجتماعي تشوفينه في أحد يمتلك اللباقة في الرد في هذه المواقع، ولكن في الحقيقة تعالي قولي لك العام أنت بخير، يتلعثم ما يعرف شي يرد، تدري يفتح محرك البحث أساسا يدور الجملة. والله صدق، فلذلك اليوم نحن لازم نهتم في هذا التواصل المباشر، هذا التواصل اللي راح يكون أيضا جدير ببناء شخصياتنا. البعض يعني يتساءل شو أهمية أني أنا أمتلك هذه المهارة بما أن التكنولوجيا أصبحت مسيطرة في هذا العالم، ولكن لنتخيل لوهلة بأن هذه المواقع كلها ذهبت مع الرياح وأصبحنا الآن موجودين بتواصلنا المباشر فقط دون مواقع التواصل الاجتماعي، راح تكتشف بأنك أنت بنيت شخصيتك على هذه المواقع، ولذلك بعد ذهاب هذه المواقع راح تبدأ من الصفر ومن الدرجة الأولى لبناء شخصيتك في اختيار مهاراتك، كلماتك، الجمل اللي تستخدمها، وحتى في تعابير جسدك للخطاب مع أي كان، إن كان في العمل، الدراسة، وحتى في حياتك الاجتماعية بشكل عام. لذلك من يعتز بتقاليده، بعاداته، بكل ما تعلمه من سنع إماراتي، فالسنع الإماراتي دائما ما كان حريص بأن نحن نتواصل مع بعضنا ونترابط حتى في علاقاتنا ونتواصل مع أرحامنا. فلذلك اليوم نحن يجب أن نحافظ على هذه الرسالة وهذا الكنز اللي نحن تناقلناه من الأجيال القديمة إلى هذا الجيل، وإن شاء الله نأمل بأن نحن نحاول ننقله بشكل صحيح إلى الأجيال القادمة. لذلك يا عاشا دائما ما نحرص أن نكون جديرين باختيار ما نمتلك بما تعلمناه من هذه الحياة وبما اكتسبناه من خبرات لكي نتبادلها ونتعلم ونحافظ على أحبائنا ونحافظ على من لدينا في هذا المجتمع ونكون في تواصل فعال وحقيقي معهم. بلا شك. إذا ننتقل مع مشاهدينا في أخبار مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المساء، وجلبنا لكم أهم الأخبار منها. طبعا الخبر الأول، بلدية الشارقة تفتتح ركن الألعاب المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في منتزه الشارقة الوطني، وأتي في تفاصيل طبعا هذا العنوان. افتتحت بلدية مدينة الشارقة ركن الألعاب المخصص ومجهز لذوي الإعاقة في منتزه الشارقة الوطني، وكان هذا المشروع أحد المشروعات الابتكارية لمجموعة من طالبات مفوضية مرشدات الشارقة والتي شاركنا بها في أسبوع الإمارات للابتكار. جميلة هذه المبادرات، لأن بالأمس كنا في مبادرة أخرى عن موضوع افتتاح حديقة في قصباء، صحيح. اليوم في الشارقة كذلك، يعني الشارقة قاعدة أنها بالفعل ترفه وتنفس على الأسرة، لأنها بالفعل إمارة صديقة للطفل فعلا. والطفل يحتاج ترفيه ويحتاج ألعاب فعلا، بالذات هذه الفئة يا عاشة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة دائما هم شركاء معنا في السعادة وفي بناء المستقبل وبكل ما هو جميل في حياتنا القادمة. فلذلك الاهتمام بهذه الفئة تأتي من أولويات إمارة الشارقة وكل القائمين على المؤسسات المعنية في هذا الأمر. أما خبرنا التالي عمر، كشفت دراسة أن السناب شات والإنستغرام أكثر تأثيرا في الإماراتيين. كشفت دراسة أن معظم الإماراتيين يتأثرون بسناب شات والإنستغرام، فيشاركون صورهم للأشياء التي يشترونها والأماكن التي يذهبون إليها. وأفصحت الدراسة حالات لمجموعة من الأسر عن ظواهر وسلوكيات تشكل ضغوطا على الأسر وعموما على رب الأسرة بالتحديد. هذا موضوع يعني شائك ولو بعد مشابه موضوع التواصل اللي كان بسبب التواصل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي. أيوة والله. الثاني على فكرة كنا نقول دائما بأن نحن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مواقع انفصال اجتماعي، انفصال أكيد. لأن هي فعليا لو نلاحظ ولو ندقق هي أبعدتنا عن بعضنا البعض وأصبحنا نتواصل بشكل خيالي. أصبح يعني الأشخاص يثقلون على أهاليهم ويثقلون على ذويهم بالطلبات، يعني بالنسبة للأعمار الصغيرة ما يدركون بأهمية المال الحقيقة، صحيح. لأن تشوف أن مثلا أغلب التغريدات أو أغلب المنشورات اللي تعرض في هذه المواقع أغلبها تكون موضوع بذخ أو موضوع عرض يعني بالممتلكات. والله صدق، فاليوم لازم نحن نهتم بهذه التفاصيل اللي ممكن تأثر على حياتنا بشكل كبير وتأخذنا في مسار صائب، ونبتعد عن المسارات اللي ما أدت إلى أي مكان في طول هذه الفترة اللي نحن أمضينا فيها هذا المسار وهذا المشي. أيضا انتقالنا إلى خبرنا الثالث والتالي، معهد الشارقة للتراث ينظم أسبوع التراث الجزائري، وفي طبعا تفاصيله تنطلق يوم الثلاثاء الفعاليات لأسبوع التراث الجزائري في مركز فعاليات التراث الثقافي وهو البيت المغربي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي،
وذلك تحت شعار تراث العالم في الشارقة وفي الشرقية، وتستمر الفعاليات 5 أيام حتى 19 يناير الجاري. جميل هذا التبادل الاجتماعي أو حتى هذا التبادل الثقافي بين الإمارات وبين الجزائر وكذلك أي دولة أخرى بالحقيقة، لأن عندما يكون مثل هذا التبادل نعشق وكذلك ندخل في تفاصيل هذا المجتمع ونعرف ما في هذا المجتمع. ولو تلاحظين عاشا أن في دولة الإمارات بشكل عام والإمارة الشارقة بشكل خاص دائما في جميع فعاليات، إن كانت للتراث إن كانت ثقافة إن كانت لأي شيء إن كان، تحرص على مشاركة ثقافات أخرى من بلدان مختلفة، إن كانت بلدان عربية أم أجنبية وغيرها من البلدان، فلذلك نحافظ على هذا التبادل الثقافي ما بين وبين جميع العالم. تذكرت لما كنا بالجامعه كان في عندنا فعاليه تسمى اسبوع الجاليات. ففي هذا الاسبوع نشوف الثقافات اللي خاصه بطلاب الجامعه، فكل طالب يعني يبرز الثقافه اللي خاصه فيه. فكذلك يعني في جامعه الشارجه كنا نشوف امور جميله، وهذا هو الفكر والرؤى لصاحب السمو حاكم الشارقه في خلال من خلال اماره الشارقه ومن خلال مؤسساتها. بلا شك. اذا نذهب كذلك في الخبر التالي، وكذلك في جامعه الشارقه تكرم اول دفعه خريجين في فرعها بمدينة الذيد. نظمت جامعة الشارقة حفل تكريم لخريجي الدفعة الأولى من فروعها بمدينة الذيد في كليات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانون والاتصال، وعددهم 18 خريجا وخريجة. أتمنى التوفيق طبعا لجميع الطلبة اللي تخرجوا في هذه الأيام، وإن شاء الله يقبلون على سوق العمل بخبرات وكفاءات إن شاء الله تفيد جميع المجالات في هؤلاء الشباب وبهذه الأيدي وهذه السواعد البناء بإذن رب العالمين. إذن أعتقد في عندنا خبر خامس. صحيح، الخبر الخامس والأخير لهذا المساء، صورة بيضة تحقق 18 مليون إعجاب. في تفاصيل أطلق مجموعة من الشبان طبعا تحدى أو في مواقع التواصل الاجتماعي وبذات الإنستغرام لإيصال صورة بيضة للمرتبة الأولى بعدد الإعجابات على الإنستغرام، طبعا تكسر صورة البيضة أعلى رقم لصورة، وبذلك وصلت لقائمة أهم 20 صورة في الإنستغرام. ليش أنت تخيلين يعني هذه 18 مليون، لو أحسبها كم دولة والله مرة، واليوم يقولون وصلت 28 على فكرة 28 مليون ما شاء الله. يعني عدد، انا والله في الانستغرام مواقع التواصل الاجتماعي لو الاعجابات عندي في النشر الواحد توصل 20 الحمد لله. اي والله صدق، والله صدق. عمر اعتقد تحس حالك مشهور. مشهور؟ لا والله انا ما مشهور، ولكن نحاول بان نحن يعني نكون في مواقعنا مؤثرين في شكل ايجابي، ولكن ما نوصل لهذا الرقم. ابدا ابدا، يعني اخر اهتماماتنا لهذا الامور. نعم، كانها قاعده تمشي. بس جد يعني في بعض الاشخاص يتفاخرون بعدد المتابعين في التواصل الاجتماعي. والله معاهم حق، ولكن يجب ان اتفاخر بالشيء الصحيح. أكيد. يعني اليوم انا صوره بيضه، شو تفيدني لما انا اصل لعدد 28 مليون مشاهده؟ شو راح استفيد او اعجاب؟ وشو النشر اصلا اللي راح، لو كان في نشر مفيد ان في 28 مليون اعجاب، نشر مفيد راح يفيد العالم، اعتقد يعني شيء جميل. ممكن على فكره يعني بس اكيد لها هدف او لها شيء يعني مغزى. لو كان مضمون الصوره على فكره شيء ثاني، ما كان اعتقد بانها وصلت الى هذا العدد من الاعجابات والمشاهدات. إذا دائما يكون عندنا في بعد هذه فقرة الأخبار يكون في عندنا فقرة عجائب وغرائب. عجائب وغرائب ولا غرائب وعجائب؟ دائما أقول لك هالسؤال، غرائب وعجائب، عجائب وغرائب، كله نفس الشيء. نفس الشيء؟ نفس الشيء. دورت ولا ما دورت؟ بحثت فيها؟ اتفقنا أصلا، خلاص أنا أخذت المعلومة منك. إني أنا أقول غرائب وعجائب الواحد يستغرب عقب استعجب ولا إيه؟ والله شوفي أنت إعلامية ومعلوماتك المفروض تكون مضمونة على الهواء. لا 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 أبداً، العين ناخذ المعلومات الحاجة ما يرتفع العين، فأنت أكثر يعني عمر. بالعكس والله دائماً ما نستفيد، اليوم راح نتعازم على لأني لا أنا عارفة أصلاً شو ولا هو عارفة، كل واحد يعزم الثاني. على فكرة العجائب والغرائب أو الغرائب والعجائب ما أعتقد فيها فارق إذا قدمنا أي كلمة على ثانية. فاليوم العجائب والغرائب جهبت لها لنا مريم الزرعوني. مريم أيوة، فمريم شو مجهزتنا اليوم تشوفها بحالنا من حال المشاهدين، خلنا نشوف الفقرة هذه. والله جد ما فهمت انا وش كان عبالي يمشي على سير.
لكن بعدين هي على ارضيه، على ارضيه اسمنتية. فهي على ارضيه اسمنتيه طلعت اخر شيء، لكن ما فهمت شو المغزى من الفيديو. والله شوفي يعني دائما في على عجائب الغراب نشوف بان بالذات الحيوانات لهم امور يتعجب منها الانسان، ما يعتقد بان هم في بعض تصرفاتهم يثيرون اعجاب الانسان بما يقعون فيه من مواقف. اعتقد هذا الموقف لو انت شفتيه في الشارع او عدال بيتك راح تستغربين. يمكن استغرب، تقولي عجيبه او غريبه، ليش قاعد تسوي؟ اخر شيء استوعبت لان راحت وردت نفس المكان، هي ما تحركت اصلا الحركة. هي ما تحركت بلا، عقبها مشت وردت نفس المكان. سبحان الله، فغريب صح؟ غريب. اذا اتفقين انه غريب. غريب غريب وعجيب. بس انا اول شيء صراحه ما فهمته، هو دائما يعطيك المغزى من خلف الكواليس. طيب ننتقل الى التقرير التالي. عشا، دائما مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في تعزيز امور كثيره، وتساهم الهواتف الذكيه اليوم في انتشار التطبيقات المختلفه على شريحه كبيره من الناس، ولكن يختلف الاقبال على هذه التطبيقات وفق ما تقدمه مما يجعلها في منافسه دائمه للحصول على اكبر عدد ممكن من المستخدمين. واليوم نتحدث مع المنافسه بين وسائل التواصل الاجتماعي مع ملك مسعود. أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من فقرات ما لا تعرفونه عن مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم سنتحدث بشكل أكبر عن المنافسة التي تحصل بين مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها. وطبعا منذ ظهور هذه المواقع تشهد شبكة الإنترنت حربا باردة بين هذه المواقع، وطبعا المنافسة الأساسية تكون على زيادة عدد المستخدمين بين هذه المواقع. منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي شهدت شبكة الإنترنت حربا باردة بين هذه المواقع، فكان هناك منافسة شديدة على جذب المستخدمين من خلال إضافة مميزات وخدمات أخرى لهذه المواقع. وطبعاً برز في البداية موقع الفيسبوك وموقع تويتر، وعلى الرغم من أن هنالك اختلاف كبير في طبيعة الموقعين، إلا أن هذا لم يوقف المنافسة الموجودة بينهم. ولقد كانت المنافسة بين الموقعين فيسبوك وتويتر عالية جداً، ولكن حسب الدراسات فإن موقع الفيسبوك هو الأكثر انتشاراً وهيمنة بين مواقع التواصل الاجتماعي، وساهم استحواذ الفيسبوك على موقع الإنستغرام على زيادة نفوذ وهيمنة هذا الموقع. ومنذ ظهور تطبيق السناب شات شهدت ساحة مواقع التواصل الاجتماعي منافسة شديدة بين الإنستغرام وبين السناب شات، فقد نجح السناب شات باستقطاب فئة عمرية بين 18 وال 24 عام، وبلغ عدد المستخدمين من هذه الفئة العمرية أكثر من 24 مليون مستخدم، متفوقاً بذلك على عدد المستخدمين لهذه الفئة العمرية في موقع الفيسبوك وأيضاً في تطبيق الإنستغرام. وبلغت المنافسة بين السناب شات والإنستغرام أوجها بعد قيام تطبيق الإنستغرام بإطلاق خاصية الإنستغرام ستوريز أو قصص الإنستغرام، التي تشبه لحد كبير خاصية الستوريز الموجودة بالسناب شات. وأيضاً قام الإنستغرام بإضافة الفلترز إلى الصور والفيديوهات، وهو الفكرة المبتكرة في تطبيق السناب شات. وطبعاً واجه السناب شات بعد ذلك بعض العقبات، حيث أنه قام بتطبيق واجهة جديدة للمستخدمين، الأمر الذي أدى إلى تراجع شعبيته ومطالبة المستخدمين لهذا التطبيق بإرجاع الواجهة القديمة. فهذا أدى إلى عدول فريق سناب شات عن رأيهم بالواجهة الجديدة وإعادة الواجهة القديمة التقليدية في مطلع العام الحالي. ومع تطور هذه المواقع وحرصها على تقديم خدمات جديدة ومميزات جديدة كل فترة، فعلى الأغلب فإن هذه المنافسة مستمرة، والهاجز لتحقيق أعلى نسبة من المستخدمين سيبقى السبب الرئيسي لهذه المنافسة. نشكركم على حسن متابعتكم ونلقاكم في الفقرة الجديدة. مواقع التواصل الاجتماعي عالم الحقيقة. اليوم أغلب كلامنا عن التواصل الصراحة، فلما في خبر من الأخبار كنا نقراها في بداية الحلقة عن موضوع البيضة وتحقيق 28 مليون إعجاب صحيح. من المتابعين على موقع الإنستغرام، فعندنا المخرج حمزة فخبرني شو السبب أن كيف وصلت 28 مليون إعجاب. صحيح. طبعا في إحدى الشهيرات في مواقع التواصل الاجتماعي كانت تنشر بعض الصور الخاصة فيها لهدايا أو لعطور أو لأي شيء كان،
وكان تحصل على عدد كبير من الإعجابات ومن المشاهدات. فلذلك قرر هؤلاء الشبان من هذا المنطلق بأن يظهروا لها ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أكثر أهمية من اللي تنشره هي من خلال المواقع. السبب اللي استفزهم لأن في صورة معينة وصلت فيها 15 مليون إعجاب على هذه الصورة، فهذا الموضوع استفز أصحاب أو منظمات حقوق الحيوان. صحيح. فقالوا أو حتى أي منظمة حقوقية يعني كانت، فقالوا كان تحدي هذا نحن نوصل أعلى نسبة إعجاب على صورة البيضة، وبالفعل صحيح. البيضة هي بداية الكون. صحيح. وأنا أخالفت الرأي عاش في موضوع لما الدكتور سألت بأن ما هو العالم الثاني؟ أنا بقول ما هو العالم الأول، لأن الآن وفي هذه اللحظات وفي هذه الفترة من الزمن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي العالم الأول وليس العالم الثاني. تدري لأن الأفكار والفكر تغير، يعني هذا عقد صح. من زمان 10 سنوات تغيرت الفكر، بعد 10 سنوات أخرى ربما سبحان الله ما نعرف شو الأمور اللي راح تكون تقابلنا في حياتنا. صحيح. فلذلك على الإنسان أن يتفكر بكل ما يتضمنه يومه وحياته بشكل عام، وأن يتجه نحو الصواب ويبتعد عن الخطأ حتى لو أجمعوا كل البشر على هذا الخطأ. لذلك ننتقل الآن يعاشة إلى فاصل، ومن بعد الفاصل إن شاء الله نواصل معاكم مشوارنا وبما تبقى من حديث المساء، فخلكم ويانا. إذن بكل معاني التسامح مشاهدينا نستكمل معكم هذا المشوار من حديث المساء. ومن عام التسامح في الإمارات وامتداد لنهج زايد وهو القيمة الأساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب والسلام طبعا الضروري للمجتمع الإنساني، جاء عام 2019 عاما للتسامح، وبتأكيد ليرسخ الكثير من القيم الجميلة في نفوس أبناء دولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها. نعم، فدولة الإمارات تضرب أجمل الأمثلة لتعزيز التسامح، إذ تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة، كما تعد حاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين. ولكي نتعرف بشكل أكبر على أهمية التسامح في حياتنا، يسعدنا أن يكون معنا أخصائي الاجتماعي ومدرب التنمية البشرية الدكتور سعيد الطنيجي. مساء الخير دكتور. الله يساكم الله بالخير. الله يحييك. الله يكرمكم. من الأثنين لأثنين دائما يعني نستعد لهذا اللقاء الجميل. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. جزاك الله خير. دكتور، التسامح وما أجمل التسامح. نعم. ومن أرض التسامح نتحدث عن هذه القيمة الجميلة. جميل. ما هو التسامح؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا دعونا نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة حقيقة، اللي في كل سنة تتحفنا بشيء جديد. بالفعل. هذه السنة اختارت القيادة الرشيدة دولة الإمارات بأن يكون هذا العام هو عام التسامح إكمالا لعام زايد رحمة الله عليه. كما تفضلتم في البداية لأهمية التسامح، ذكرتم أن دولة الإمارات تحت جناحها وتحت ظلها يعيش أكثر من 200 جنسية. نعم. وهذا يعني ليس بالأمر الهين كون تكون هذه الجنسيات وهذه الفئات تحت سقف واحد بهذا التسامح وبهذا التعامل وبهذا الكينونة الواحدة، هذا ليس بالأمر الهين طبعا. لذلك عملية التسامح مهمة جدا في حياتنا عشان نعيش مع بعضنا حياة سعيدة وعشان نكون متوائمين مع بعضنا بعض، لابد أن يكون بيننا التسامح. ولكن دعونا نفسر ما معنى التسامح. التسامح حقيقة له 3 درجات. أولا لو جئنا لكلمة التسامح في اللغة هي أصل وليس لها فروع، هي الأصل. هناك فرق، هناك 3 كلمات يجب أن نفرق بينهما أو بين هذه الكلمات، هناك المسامحة وهناك السماح وهناك السماحة. 3 كلمات يجب أن نفرق بينهم بين هذه 3 كلمات. التسامح هو التنازل، لو جئنا نعرف باللغة ما معنى كلمة التسامح هو التنازل عن شيء معين. جميل. ولكن هذا التسامح يحتاج إلى شيئين، أو هذا التنازل يحتاج إلى شيئين آخرين مهمين جدا. أو 3 أشياء عفوا. الشيء الأول هو العفو. ما معنى كلمة العفو؟ العفو أني عفوت عن زلتك أو عن خطيئتك أو ممتاز. عن أي مشكلة أحدثت لي. جميل. عفوت عنك، ولكن قد أحمل في قلبي شيء ضدك أو يظل شيء عالق في القلب
بمعنى أنك أنت والله عملت لي مشكلة فقلت أنا الله يسامحك أنا عفوت عنك، ولكن أنا مرة ثانية خلاص لا راح أكلمك ولا راح أجي بيتك ولا راح أعمل حاجة. هذا معناته إيش؟ معناته أنه شيء في قلبك. تحتاج الآن إلى أن تعفو. العفو هو أني أنسى الإساءة التي جتني أو جاءتني من الطرف الآخر. هذا العفو يحتاج إلى شيء آخر مهم جدا ودقيق جدا ولك الأجر في ذلك، ألا وهو الإحسان. أيوة. يا سلام. عندما تحسن إلى من أساء إليك فأنت وصلت إلى أعلى المراتب من النقاء والسلام الداخلي والنفسي لك كإنسان. إذن هذه المراتب الثلاث في عملية التسامح كثير منا للأسف لا يصل إلى مبتغاه في هذه الثلاث أمور. هو يقول عفوت عنك ولكن يظل شيء في قلبه. صحيح. نحن لا نريد أن يكون شيء في قلبك. الله سبحانه وتعالى يقول فمن أعفى وأصلح، أصلح ماذا؟ أصلح ما في قلبه تجاه من أساء إليه. يا سلام. نعم. جميل. إذن ثلاث أمور تجعل منا أشخاص مسامحين. نعم. اللي هو العفو وال مثل ما تفضل دكتور كذلك العفو وال والصفح والصفح وكذلك العملية الإحسان. إذن هذه الأمور الثلاثة إن تخللت في حياتنا نكون أشخاص متسامحين. نعم. لطيفين وكذلك يكون أكثر سلاسة في التعامل. لاحظي خلينا نأخذ مثال جميل جدا في دولتنا الحبيبة. لاحظوا بعض الأحيان في أيام الأعياد وأيام المناسبات نجد دولتنا تبادر إلى إظهار بعض الناس اللي عملوا أخطاء من السجون. عفونا عنكم. جميل جدا. طب ماذا يتبع هذا الإعفاء؟ أن نحن خلاص مو شايلين في قلوبنا، شلنا كل شيء ديون عليكم، مديونيات شلناها عنكم. طيب وبعد ذلك عشان نحسن إليكم تروحون بلادكم مجانا. لاحظ وكأن الدولة قاعدة تطبق هذه ثلاث أمور، فما أجمل أن نطبقها في حياتنا. ما أجمل أن أطبق هذا الشيء في حياتي في البيت، وأن أطبقه في العمل، وأن أطبقه مع سائر الناس. كل من أخطأ في حقي، يعني سبحان الله لا يوجد إنسان لا يخطئ. يعني الإنسان بطبعه يخطئ. جميل. سواء كان على نفسه أو على الآخر. الإنسان خطاء. ممتاز. ولكن ما أجمل أن لا يبقى في قلبك نوع من الضغينة، نوع من الحقد، نوع من البغض، من الكره للآخرين، مش لهم هم، لك أنت، عشان تعيش بسلام، عشان تعيش بتفكير إيجابي، عشان تعيش دائما وأنت خالي من الهموم. ممتاز. لأن سبحان الله كل ما تفكر في إساءة الآخر تزيد همومك أكثر وأكثر. إذا التسامح والسماحة يجب أن تبدأ من الداخل قبل أن تبدأ مع الإنسان في علاقاته مع الأشخاص الآخرين. دعني أصلح. طيب. فقط شيء بسيط. دقيقة فقط. هي. دكتور طبعا عندنا استطلاع. جميل. راح نشوف هذا الاستطلاع وأراء الناس حول هذا الموضوع. جميل. وعقب نرجع نأخذ أيضا رأيك في جميل. في سؤالنا. التسامح من وجهة نظري هو إني أتقبل الآخر بغض النظر عن صفاته، ديانته، طباعه، أي شيء. إذا تقبلت الآخر فأنا بكون متسامحة معه. بدي أتسامح معه أكثر، بحاول أغير الأشياء السيئة فيه للشيء الأحسن. التسامح أولاً لازم تكوني أنت متقبلي حالك بكل شيء فيك، بكل صفاتك، تحبي حالك، تحبي نفسك، تدلعي حالك، ولازم تحبي اللي حواليك وتتقبليهم شو ما كان، وتتقبلي النقد لألكي كمان. التسامح أني أحترم كل الأديان، أحترم كل الطوائف، أحترم الآخر مهما تكون جنسيته ودينه وعرقه. نشأة التسامح أن أنا بعلمه لأولادي من هم أطفال عشان لما يكبروا يبقوا عارفين هو التسامح وزي يسامحوا أي حد، وأني بتعامل بيه قدامهم مع أصحابي أو مع الناس اللي بقابلها في حياتي بشكل عام، وبتعامل بيه أنا وجوزي طبعا كمان في البيت عشان هم يتعلموا مننا. أن أنا أكون دائما متسامحة مع اللي حواليا من أصحابي، أهلي، كل الناس اللي يعرفوني لازم يعرفوا عني أن أنا بتسامح معهم في كل الأمور. كنا في استطلاع رأي. وقبل الاستطلاع يعني في نقاش حاد جدا كان ما بين التسامح. هسه أقول التسامح فعلا يجب أن يبدأ من داخل الإنسان ويكون جميع المعطيات المحيطة فيه مساعدة في هذا الأمر. طبعا شفنا دكتور آراء الناس حول التسامح والسماحة والمسامحة. جميل. بس خلني بس يعني أصلح شيء نقطة معينة. هناك فرق بين التسامح والسماحة. جميل. السماحة هي في الوجه. حلو.
أن تقابل الناس بوجه سمح، وهذه ما نستطيع نصطنعها. نعم، يعني كذلك في عملية الشراء والبيع أن يكون نوع من، يكون عندك نوع من السماحة، اللطافة. هي قيمة عند الإنسان. هناك كذلك حاجة تسمونها السماح. جميل. بمعنى أني أسمح لك بشيء معين. جميل. أسمح لك أن تعمل شيء معين. ممتاز. هذا ما يخص في اللغة العربية الحقيقة، يعني نعم. لها مرادفات جميلة. مرادفات جميلة. نعم. هي نفس الحروف لكن تختلف في المعنى. نعم. صحيح. لها مرادفات جميلة. لذلك كما تفضلت أستاذ عمر أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال الله سبحانه وتعالى وخلقنا الإنسان في كبد، أي معاناة، بمعنى أن ليس كل البشر باستطاعته أن يصل لمرحلة الإحسان. يا أخي هذا أخطأ في حقي، كيف أنا أروح للبيت وأخدمه وأقدم له ومش عارف، ثقيلة على الإنسان. صحيح. لذلك سبحان الله هم مصطفون، ومصطفى الله سبحانه وتعالى اصطفى بعض هؤلاء الناس وأعطاهم هذه الصفة، صفة الإحسان. لذلك الإحسان أجره على الله، ومن أحسن فأجره على الله. يا سلام. طيب شو هو الأجر؟ عاد تصور الله يعطيك. يا سلام. شو بيعطيك الله سبحانه وتعالى؟ طيب في هذا الموضوع ندخل في موضوع الغضب. الغضب على ما أعتقد يدخل بشكل كبير جدا في المسامحة والتسامح. تحضرني أمانة قصة لهارون الرشيد. لما إحدى عاملاته كانت تسكب له الماء ليتوضأ، حرقت يداه لأن الماء كان ساخن. صحيح. فأول ما غضب هارون الرشيد قالت له والكاتمين الغيظ. فقال كتمنا غيظنا. والكاظمين الغيظ. فقال كظمنا غيظنا. وعقب ردت والعافين عن الناس، فقال عفونا عنك لوجه الله. وإن الله يحب المحسنين. فهذه القصة أيضا تعلمنا بأن التسامح والمسامحة يجب أن تكون أيضا بصفات وسمات جدا جميلة تترسخ من مبادئ، تبدأ من الدرجة الأولى إلى أن تطلق إلى درجاتها العليا. نحن قلنا أن المسامحة هي عملية تنازل. يعني من البداية عملية تنازل عن شيء معين. صحيح. شخص أخطأ في حقك وأنت تنازلت عن هذا الحق. هذا من حقك. ولكن صحيح. كما أسلفنا أن قد يكون للإنسان يعني ردة فعل قوية. أنا سامحتك ولكن مرة ثانية إذا سويت يويلك. يعني أن القلب بعده إيش؟ شايل. شايل بعده. لذلك سبحان الله هذه هي مراتب التسامح أو مراتب العفو عن الناس. أولا يأتي التنازل اللي هي التسامح، ثم عملية العفو، ثم عملية الصفح، ثم عملية الإحسان. أبين للآخر ترى أنا ما في قلبي شيء ضدك. صحيح. هذه مراتب التسامح بين البشر. أما مسألة الغضب كذلك كما أسلفنا أن الإنسان يعني الغضب طبع في الإنسان. وأحد الناس عندما جاء للرسول وقال أوصني الرسول شو قال؟ قال لا تغضب، كررها 3 مرات. وهذا دليل على أن الإنسان الغضب خلق فيه. يعني خلق الإنسان فيه الغضب. جميل. يعني لا يمكن الإنسان أي إنسان لا يغضب، ولكن هناك فرق بين الغضب وبين العصبية. كثير من الناس يخلط بين الغضب والعصبية. العصبية حالة فردية ممكن الآن تحدث. أنت مثلا عملت حاجة معينة عصبت بي، ضايقت، خلتني أعصب. أما الغضب فقد يكون مع استمرار نوع من المرض، يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى أمور أخرى. لذلك يجب أن نفرق بين العصبية وبين الغضب. كثير من الناس لا يعفو عند العصبية. أنت أخطأت في حقي الآن مثلا، أو عملت حاجة وعصبت بي، أشيل في قلبي منك يا أخي، حاجة وقع انكسر الكوب هذا، انتهى الموضوع. صحيح. ما في داعي. وهذه نحصلها أكثر حاجة في البيوت. نعم. تحصل الأم مثلا ولدها في البيت مثلا كسر حاجة معينة أو عمل خطأ معين، تضربه وتسبه وحالته. طب ما الشيء انتهى خلاص، انكسر، شو بتردينه للمواعين عاد. شيء حاجة انتهت. يعني ليش تضربينه؟ هل الضرب راح يرد شيء؟ صح. لا، بدال ما تضربينا علمي ان هذا الشيء خطا وادعي له ان الله سبحانه وتعالى يهدي. المشكله حتى اخر ليل يعني تحس بتانيب الضمير الحقيقه. فعلا. لان سبحان الله النفوس يعني الدرجه الاولى الاماره بالسوء، الدرجه الثانيه هي النفس اللوامه. انها يعني ليش انا ضربته؟ انت نفسك ضربتي نفسك اماره بالسوء. فلما تنامين تطلع النفس اللوامه الضمير. أيوة. يقول ليش ضربتي؟ حرام. هو طيب انكسر شيء، يعني شو بيسوي يعني؟ ممكن يقول غصبا عنه. اكيد كنت غصبا عنه. نعم. كنا نتكلم انا وعمر قبل نبدا معك الفقره دكتور بموضوع التواصل الاجتماعي. نعم. بما ان دائما في بعض العلاقات الاجتماعيه تدخل فيها بعض المشاحنات، بعض الضغينه، فربما تكون يعني هذه المشاحنات او بعض الغضب في امور معينه يعمل حاجز بيننا وبين شخص معين. فنحن كيف نحن نرجع نلم الكسر؟ يقول دائما الزجاج المكسور ما يلم، لكن احنا نحتاج
السلام الداخلي، نحتاج إلى السلام والتعايش، حتى أن بالفعل نغض بصرنا عن زلات أشخاص قريبين منا. نحن اليوم يعني شو اللي خلانا للأسف يعني متفرقين بهذه الطريقة؟ ترى اليوم حتى يعني كنت أتابع أحد الأشخاص بالأمس حضر إحدى المحاكم في الدولة، يقول أستغرب يعني الولد يشكو على أبوه، أخ يشكي على أخوه، جار يشكي علشان سيارته بس شوية جاي المحكمة. عندنا هذا اليوم للأسف يعني التفرقة والتباعد بشكل كبير جدا، نشيل في قلوبنا بشكل كبير جدا. للأسف لا يوجد هذا التسامح اليوم المطلوب أن نحن نكون نعيش عليه. إذا أردنا أن نعيش بتسامح وبنفوس طيبة يجب أن نسامح الآخر، من منطلق أن لا يمكن الإنسان لا يخطئ، كل إنسان ممكن يخطئ، ولكن عشان أعيش أنا بسلام داخلي لا أنظر للأخطاء. دائما يقال لا تنظر بعين الذبابة ولكن انظر دائما بعين النحلة، تعيش سعيد. دائما لما تنظر بعين الذبابة ترى أصغر الأشياء في الناس فتعلق عليها، يا أخي ما في إنسان ما يخطأ. انظر بعين النحلة، هذه النحلة اللي تقع على أفضل الزهور والورود وتعطينا أفضل الأشياء، تعطينا العسل. دائما انظر للشيء الإيجابي في الإنسان، لا تنظر لشيء صغير سلبي وتعلق عليه وأنت من الداخل تتكدر وحياتك تصير تعيسة بسبب نقطة سودة في ثوب أبيض. ممتاز. لا، خلك دائما متسامح مع نفسك. إذن عام التسامح جاء ليكمل بناء أساسه كان موجود في نفوس أبناء دولة الإمارات وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. نتمنى بأن هذا العام يكون مليء بالحب والسلام والحب الدائم، واللي نحن دائما ما نطلع بأن نكون سعداء في حياتنا أينما كنا وأينما ارتحلنا. شكرا لك دكتور على الحضور. التسامح هو عطر الحياة. يا سلام. شكرا لك دكتور، شكراً ما قصرت لحضورك وقبولك دعوتنا لهذا. شكرا جزيلا. وكذلك اليوم عطرت مسائنا بالحقيقة في هذه الأمور الجميلة. صحيح. اللي بالفعل تدعو إلى التسامح. أكرمكم الله. شكرا لكم جديد. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الكرام لازلنا متواصلين معاكم، وأيضا في فقراتنا التالية عدنا لكم المزيد، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل ويا مرحبا بكم. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل نكمل ما تبقى من برنامجكم برنامج حديث المساء. إذن يعد التفكير الإيجابي المصدر الأساسي للإيجابية، فيساعد على زيادة الثقة بالنفس وكذلك من العوامل التي تؤدي إلى النجاح. واليوم مودة الوزير بتعرفنا على الإيجابية في تحقيق الإيجابية. السلام عليكم، أنا مودة الوزير، مدربة في تطوير الذات. اليوم الحلقة حيكون عن الإيجابية في الحياة وجلب الإيجابية في الحياة. كيف أنا أستطيع أجيب الإيجابية في حياتي؟ أنا أحب أفسر هذا الموضوع كأني أنا بسوق السيارة وأنا باتجاه رايحة دبي مول ولا رايحة إمارات مول ولا رايحة على الشارقة ولا رايحة على أي مكان في الإمارات أو أي مكان أنا حسافر عليه. أنا اللي عندي القرار إيش حجيب في حياتي من الإيجابيات. أوكي؟ الأشياء اللي بشوفها في التلفزيون إيجابية، ما أجلس أحضر، أجلس قبل ما أنام، قبل ما أنام الساعة 9 10 أحط الأخبار وأقعد أسمع نكد وحزن، وهذا كله بيجيب السلبية في حياتي. ثاني شيء أروح مش أشرب قهوة مع صحباتي، كل الكلام اللي بيتكلموا فيه كل شيء سلبي، ما أقدر، شغلي ماني مبسوطة، زوجي ما أدري إيش سوالي، أولادي ما أدري إيش سوولي، صحباتي ما بيكلموني، هذه صحبتي ما كلمتني اليوم. كل واحد يجيب السلبية في الجلسة هذه. بعدين القراءات اللي أنا بقرأها إيش حتجيب لي؟ الموسيقى اللي بسمعها، أسمع موسيقى تفرحني تسعدني، أجيب أقرأ الكتب الإيجابية اللي حتساعدني مشان أطور نفسي، مش كتب أقرأها أشوف أقول أوه أنا ليش حياتي ما هي كذا. أستفيد من وقتي بإيجابية، هذا مرة مهم. وعدم واحد يضيع وقته في أشياء، كيف هذا الوقت اللي أنا هستخدمه؟ هل هستخدمه في كلام سلبي؟ حجلس يوم ورا يوم ورا يوم حيجيني السلبية، بس إذا أنا جلست استخدمت وقتي في وقت مناسب، في وقت الأشياء الصح، مثلا أعمل رياضة،
أقرأ الكتب الإيجابية، أجلس مع ناس أتثقف منهم، أسمع أشياء ثقافية في اليوتيوب ولا في التلفزيون، أي شيء أنمي هواياتي. أجيب لما الواحد ينمي هذه الأشياء كلها بيصير في نوع من الإيجابية في حياة الشخص، وينظر إيش حسوي في آخر النهار، إيش عندي اليوم، إيش حروح جيب الأولاد، بعد الأولاد حدرسهم، بعد ما أدرسهم حروح أنا أمشي، أو حروح أشوف واحدة صاحبتي حتعلمني على شيء معين، أو حدخل مرسم أرسم، حرسم لوحة إيجابية، أشياء زي كذا. لما الواحد يحط بلان لنفسه أو خطوات لنفسه في حياته بالإيجابية، كل يومه يصير أحسن، كل أسبوع يصير أفضل، الشهر يصير أحسن، السنة كلها تصير أحسن. أنا ما بقول إنه ما حيجي السلبية، بس أنا اللي أنا بسوق سيارتي فين حوجهها، أنا حودي نفسي للمكان الإيجابي، ما حودي نفسي للسلبي والكآبة والنكد والطاقة السلبية. ياريت نقدر نخلي نفسنا نتطور أكثر إلى الإيجابية ونخطو إلى هناك. ومن بعد جرعة الإيجابية اليوم راح نتعرف معاكم على منطقة تتمتع بالهدوء، تتميز بالطبيعة الخلابة والمزارع الخضراء الفريدة، وطبعا هي الواقع على سفوح الجبال، كما تتميز باعتدال جوها وصيفا وانعدام الرطوبة فيها. طبعا اليوم راح ناخذكم إلى منطقة جدا جميلة، نتعرف على هذه المنطقة بكل تفاصيلها ومن بعدها نرجع. تزخر مدن الساحل الشرقي بمناطق داخلية تتمتع بجمال أخاذ يعين على الهدوء وراحة البال في أحضان الطبيعة الخضراء والجبال. النحوة إحدى المناطق التي تسر زوارها وتشرح صدورهم بمناظرها الخلابة وجبالها العملاقة. الوصول إلى النحوة يمكن من طريق منطقة مربح بالفجيرة مروراً بسلسلة من الجبال الشاهقة ذات الألوان المختلفة، وتزينها المزارع الجميلة الهادئة التي تعم أرجاء المنطقة، كما يمكن الوصول إليها عبر نفق منطقة شيص دفت الجديد الذي أمر بإنشائه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لخدمة أهالي النحوة والمناطق المجاورة. سميت منطقة النحوة بهذا الاسم لعلاقة أهلها بعلم النحو، فقد كان كثير منهم يتميزون بالعلم والفصاحة، وكانوا حريصين أشد الحرص على طلب العلم منذ القدم. واشتهر أهل المنطقة بإتقان القراءة والكتابة وعلوم القرآن الكريم واللغة العربية. تتميز منطقة النحوة بطبيعة جبلية ساحرة نظراً إلى هدوئها واعتدال طقسها صيفاً وانعدام الرطوبة فيها وبرودتها في فصل الشتاء، وموقعها بين الجبال العالية ذات الألوان المختلفة وما تحتويه من الخيرات. وتحيط بالبلدة مزارع خضراء فريدة وأرض خصبة وأفلاج وأودية ومناظر طبيعية خلابة، كما تتميز بوجود كثير من آبار المياه العذبة التي تغذيها مياه الأمطار الغزيرة لتجري الوديان والشعاب من سفوح الجبال. وتتمتع منطقة النحوة بمجموعة فريدة من المزارع والحدائق الطبيعية والمستزرعة التي تتسلق جبال المنطقة والمعروفة باسم حدائق بحبوح المعلقة. تقع هذه الحدائق وسط سلسلة من الجبال
يزينها نبع ماء أصبح في هذه الأيام مزاراً سياحياً جميلاً بعد زراعة المنطقة المحيطة به بأشجار مختلفة، وبفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحولت منطقة النحوة إلى مناطق سياحية جميلة، وذلك بتعمير أرجاء القرية وبناء المنازل والمدارس وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة وما يحتاج إليه السكان. ويقول أهل النحوة بفضل مكرمات القيادة الرشيدة أصبحت المنطقة واحة للأمان والرخاء، وتحولت النحوة من قرية صغيرة إلى منطقة يتوافر فيها ما تحتاج إليه المدن. ومن هذا التقرير الجميل حول منطقة النحو التي تقبع في جبال خورفكان الجميلة، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، وانتهت مساحتنا لبرنامج حديث المساء. في الختام تقبلوا تحياتنا، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة غدا بإذن الله، تتجدد بكم وبمتابعتكم مشاهدينا الكرام. إلى ذاك الحين دمتم بأمان الله، مع السلامة.